بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن معكم في اللقاء الثاني نتحدث عن أدلة الوحدة من الكتاب الكريم والسنة المطهرة والعقل الرشيد والمصلحة العامة. أيها الإخوة والأخوات، نقول في البداية وننادي كل فرد في أمتنا وكل شخص في مجتمعنا، ننادي كل أمير ومأمور ورئيس ومرؤوس وملك ومملوك وتابع ومتبوع وغني وفقير ورجل ورأى وكل شعب وكل فرد وكل أسرة، ننادي هؤلاء جميعا ونتوجه إليهم أن يا عباد الله، أن يا أهل الوعي والغيرة، أن يا أهل المروءة والنجدة، يا أهل الشهامة والفتوة، يا أهل الأوطان والبلاد، يا أهل الخير، هلم إلى أنفسكم وافتحوا أعينكم على ما يدور حولكم وعما يراد بكم. لم يعد مقبولا ولا معقولا أن نبقى نائمين، ولم يعد جائزا ولا صحيحا أن نظل عاجزين، ولم يعد مرضيا لأحد أن نبقى في الدنيا طفيليين أتباع كل ناحق وهدف كل رام. لقد بلغ السيل الزبا وجاوز الهوان حدا، ليس هناك عقل ولا دين ولا مروءة ولا ضمير يرضى أن نبقى متفرقين، يكيد بعضنا بعضا ويطعن بعضنا بعضا ويأكل بعضنا بعضا ويسرق بعضنا بعضا ويظلم بعضنا بعضا، والناس من حولنا ينظرون إلينا ويشمتون بنا ويضحكون منا وعلينا ويراهنون على مستقبلنا ومصيرنا. يا قومنا، يا أبناء ديننا، يا أبناء أوطاننا، أمامكم طريق واحد لا ثاني له إن أردنا البقاء كرماء في هذه الدنيا أو أردنا السلامة في هذه الحياة. أمامنا طريق أصيل، طريق عريض، طريق فيكم وفينا ومنا، ليس بعيدا ولا غريبا عنا، طريق مضمون العواقب، ميسور المنال، سهل الولوج، ألا وهو الوحدة. والوحدة وحدها، الوحدة التي أمر الله تعالى بها، الوحدة التي ينادي بها كل عقل بصير وفكر مستنير وكل وطني صالح غيور، الوحدة التي تجمعنا، والوحدة التي تتكسر على سواحلها الأعاصير والعواصف العاتية، ولا توهنها الأراجيف الآثمة، ولا تسلق أسوارها اللصوص وقطاع الطرق، الوحدة المبنية والمؤسسة والمشيدة على نور العقيدة الصالحة والمقاصد الشريفة والأهداف النيرة. يا قومنا، يا قومنا، يا أهلنا، إن الفرقة هي الصاعقة التي تقسم ظهورنا وتشتت شملنا وتفتح أبواب الذل والضياع لأمتنا، مهما كثرت خيراتها وتضاعفت أعدادها، وتجعلنا غثاء كغثاء السيل لا خير فيه ولا أمل من ورائه. أيها الإخوة الأكارم والأخوات الفاضلات، إليكم بعض الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية التي تنير لنا طريق الوحدة بين المسلمين وتضع الخطوط العريضة التي تنشئ هذه الوحدة وتقيم صرحها. واستمعوا إلى قول الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، الأنبياء 92. وقال عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة
وأنا ربكم فاتقون، المؤمنون 52. صدق الله العظيم. إن دين الله تعالى واحد، وينبغي لأهله أن يكونوا صفا واحدا يدينون لهذا الرب بالولاء، ويشدون على دينهم بالأيدي، ويعضون على وحدتهم بالنواجذ. إن الذي وضع لكم الدين الواحد هو الحريص سبحانه وتعالى على أن تظلوا أمة واحدة قوية مرهوبة نامية راقية، لا لحاجة به إليكم، ولكن رحمة بكم، لأن مصالحكم لا تقوم ولا تدوم ولا تزدهر ولا تنمو إلا في أحضان طاعته ورحاب وحدتكم واجتماعكم على دينه الشريف. إن الوحدة واجتماع الكلمة هي العصمة من الخذلان والهوان، وهي الضمان والأمان. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحبل هو السبب الذي يتوصل به إلى البغية، وهو هنا دين الله عز وجل، وهو واحد، ونحن المخاطبون جميعا عربا وعجما أن نتمسك به وأن نعتصم بهديه، فإنه السبيل إلى الحماية من الفرقة القاتلة والهوان المميت. فيا قومنا، هل هناك حبل أقوى من حبل الله؟ وهل هناك دين أرجى من دينه؟ وهل هناك نحلة أو ملة أنفع لأمتنا من نحلته وملته؟ قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آل عمران 102. إن غير المسلمين في أوطاننا لهم الأمان معنا في ظلال الإسلام، وهم شركاؤنا في الوطن، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لا يظلمون بيننا ولا يضامون فينا. لقد أخذ العهد علينا وعليهم أن نعيش متعاونين، ندافع معا عن أوطاننا، ونسعى معا لقوتنا واستقرارنا وصلاح حالنا وأوضاعنا. ونكتفي أيها الإخوة والأخوات بهذا القدر، على أن نتابع حديثنا إن شاء الله في لقاء ثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.